أسعد مساءً. في الحقيقة بداية حبيت وبالنيابة عن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي، أولاً نشدد على ضرورة وضع الشأن الشبابي في مملكة البحرين في صدارة أولويات الدولة وكل قوى المجتمع البحريني، والتعامل مع هذا الشأن بمنتهى الوعي والمسؤولية بعيداً عن الشكليات والمظاهر التي لا تدخل في عمق قضايا واهتمامات الشباب، والنظر إلى الشباب كونهم شركاء حقيقيون وأساسيون في القرار والمسؤولية وصناعة المستقبل، حيث أن شباب البحرين هم رهان التغيير في كل شأن وطني، وهم الذين يفتحون الآفاق الإيجابية التي ننشدها جميعاً. وننظر ببالغ الأسف لواقع حال الكثير من شباب البحرين الذين لا يجدون فرص العمل المناسبة، إضافة إلى معاناتهم من مشاكل وقضايا في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية، علاوة على تحديات كثيرة باتت تفرض نفسها حالياً أكثر من أي وقت مضى، والتي لم تعد خافية على أحد، والتي لم تقابل بمعالجات حصيفة تغوص في عمق هذه المشاكل والقضايا. والوقوف إلى جانب الشباب والاهتمام بواقعهم من خلال إعطاء الأولوية لقضاياهم ووضعها على طاولة النقاش للخروج بخطة وطنية شاملة تعالج الكثير من المشاكل التي تقف عائقاً أمام مستقبلهم، وأهمها القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للخريجين وخلق فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم من خلال بحرنة الوظائف. واسمحوا لي قبل بداية نقاش بعض المحاور اللي هي أعتقد أساس مشاكل اللي تواجه أي شاب بحريني، مثل ما تفضل الأستاذ حسين الإسكافي، خلنا نذكر شغلة جدا مهمة. حسب الإحصائيات الرسمية في 2016، تعداد السكان للشعب البحريني 664,707، نسبة الشباب في البحرين 40.7%، أي ما يعادل 270,535 في الفئتين العمريتين بين 15 إلى 40 عام. فواقعاً إذا بنطالع هذه الأرقام، إحنا مجتمع شاب، أي دولة خصوصاً دول متقدمة تتمنى عندها هذا العدد من الشباب. ولكن هذا يدعونا لطرح مشاكل الشباب في المحاور الآتية: واقع ومخرجات التعليم في البحرين. بصفة أولى، بحكم أنه هذا المحور هو تأسيس وضع أي شاب بحريني، لما نطلع على واقع التعليمي في البحرين، هو واقع تلقين وحشو. لما نروح للمناهج نفسها، مناهج بعقلية السبعينات حتى وإن عادت كتابتها بنفس الطريقة، يعني لما نروح لأساس نفس المنهج، يعني يخرج لك بشخص ملقن ومحشو بالمعلومات. فالواقع التعليمي في البحرين ومخرجاته للأسف لا تتناسب احتياجات سوق العمل، نظراً للتركيز على المواد النظرية والحشو للمعلومات المرهقة للطالب، دون التركيز على بناء الفرد عملياً وصقل مهاراته ومواهبه المؤهلة على أقل تقدير لتحديات سوق العمل وتلبية احتياجاته، مما يؤدي إلى صعوبة حصوله على فرص العمل المناسبة والتي تضمن مستقبله. وهذه التحديات طبعا الأرقام في البحرين تحكيها. كأبسط مثال، خريجين علم الاجتماع، لو بنروح لملف علم الاجتماع، عندنا ملف كبير من العاطلين، حتى بعضهم وصل لمرحلة 10 سنوات عاطل عن العمل وقاعد في البيت. وللأسف خريج جامعة البحرين أو خريج معاهد وجامعات في البحرين معتمدة. فإذا كان هذا التخصص لا يتناسب مع سوق العمل أو ما في فرص متوفرة، ليش أنت لازلت متمسك فيه أن أنت تسمح إليهم يدرسون؟ مؤخراً أعتقد تم التصريح أن هذا التخصص بتم إغلاقه، لكن هذا بعد مثل ما تفضل أستاذ حسين، أن هذا التخصص جملة من تخصصات أخرى. أعتقد وزارة التربية عليها إعادة استراتيجياتها في المواد التعليمية بما يتناسب مع التطور اللي حاصل في العالم بشكل عام.
خصوصا اعتقد يعني احنا بالامكان نلجأ الى دول شقيقة وقريبة من مثلا الامارات، واللي عندها تعليم جدا متقدم بالنسبة للمنطقة ومخرجاتها. على ذلك الاحباط اللي يواجه الطلبة المتفوقين والمتميزين في موضوع البعثات الدراسية، حيث أن الطلبة المتميزون لا يحصلون على رغباتهم القريبة من إمكانياتهم وميولهم للأسباب التالية: عدم الشفافية في توزيع البعثات، خطة البعثات وربطها باحتياجات سوق العمل. وبالمناسبة نتطرق إلى موقفنا المطالب بالتوزيع العادل والشفاف في البعثات الدراسية ونشر نتائج الناجحين فيها مع النسب والتخصص دون تمييز أو محاباة، تنفيذا لمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات بحسب الدستور واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم الصادر من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة بتاريخ 14 ديسمبر 1960، والتي صادقت عليه مملكة البحرين وأصبح جزء من منظومتها القانونية. المضحك في الموضوع أنه سابقا كان يتم نشر سنويا نشر نتائج المتفوقين والحاصلين على البعثات، وهذه في فترة التسعينات وبداية 2000، مع الحركة الإصلاحية الجديدة في البحرين بقيادة جلالة الملك. المفترض أن احنا نتعرض أن نروح إلى شفافية أكبر، لكن للأسف ارتأت وزارة التربية أن تخليها محصورة في الغرف المغلقة. يعني حتى مؤخرا التصريح وكيل وزارة التربية عن موضوع البعثات، إثارة موضوع البعثات أن موضوع هو سياسي، أعتقد صار جدا ضعيف. يعني شنو مصلحة المواطن البحريني أنه يثير موضوع البعثات يطالب بتوزيعها، خصوصا أن هذه البعثات هي من ميزانية الدولة، واللي المفروض مطروحة إلى واللي المفروض من حق الجميع يعرف أن هذه الفلوس لمن راحت وشلون تم استثمارها في الطالب اللي راح البعثات فيها. بعد ما نخلص هذه النقطة نروح للواقع الثاني المرتبط به، اللي هو الشاب البحريني واصطدامه بواقع سوق العمل. وهني حبيت أبدأ بشعر بيت شعر الشاعر البحريني الراحل عبد الرحمن المعاودة، يقول: يشقى بنوها والنعيم لغيرهم، كأنها والحال عين عذاري. وهذا بالفعل إذا بنجي بنخلي عنوان لتجربة الشاب البحريني في فترة البحث عن عمل هي تجارب مع الأحباط. لما نروح للدول الثانية بنشوف الشاب عنده تجارب مع الفشل لين ما ينجح. هني البحرين الشاب البحريني بالتحديد تجارب مع الأحباط، وهذا إذا نجح بيكون جدا متقدم. يعني يصطدم الشاب البحريني بواقع حال سوق العمل وتهميش المواطن البحريني في وطنه، فحيث بعد التخرج تمتد فترة البحث عن وظيفة لفترات طويلة ولسنوات، تصل بعض الحالات إلى ما يقارب 10 سنوات بل أكثر في بعض الحالات والتخصصات. بالإضافة ما بعد الحصول على وظيفة يصطدم بعقبة المسؤول الأجنبي الذي يضايق المواطن في لقمة عيشه، ويقف أمام مسيرة تطوره وتدرجه الوظيفي، كذلك ضعف الراتب. في هذا الجانب غياب مسؤولية الدولة بتوفير، أو خلنا نروح أساسا هذه المشكلة، مشكلة الواقع الوظيفي في البحرين. لو نلاحظ القائم في معظم الشركات خصوصا الكبيرة التابعة للدولة، القائم على مسألة التوظيف وإن كان ظاهريا بحريني، لكن اللي يحدد استراتيجيات التوظيف هم الأجانب. لو بنروح إلى جميع الشركات الحكومية بنشوف مجالس استشارينها كلها أجانب، وخصوصا من بعد 2011 إذا كانت الشركات الكبيرة كان فيها نسبة بحرنة عالية، لو بنروح للأرقام مالها جدا تدنت بشكل كبير. الأجانب يعني تشكلت مافيات، وهذا باعتراف وكيل وزارة العمل الأستاذ
صباح الدوسري في فبراير 2017 كان له تصريح ان في هناك مافيات توظيف اجنبيه واستحوذت على عصب الشركات وحتى بما فيها بعض الحالات بعض الوزارات الحكوميه انهم يوظفون الاجانب ويجونك للاسف حتى بعضهم غير مؤهل انه يمسك هذا المنصب. يعني حتى لو بتقول والله المؤسسة أو هذه الهيئة بتستفيد منها بيستفيد من خبراته، للأسف وهو يجي ما عنده خبرات يجي يتعلم. تعتبر البحرين بالنسبة لي بمثابة هي مرحلة يكتسب فيها الخبرات وروح لدول ثانية. ومن هذا المنطلق إذا بحكم ذريعة البعض خصوصا في سوق العمل أن المواطن البحريني غير مؤهل إلى سوق العمل وتحدياته وغير متطور بسبب مخرجات التعليم اللي ذكرناها سابقا، وهني بدورها احنا نذكر غياب مسؤولية الدولة بتوفير البرامج التدريبية المرتبطة باحتياجات سوق العمل وتمكين المواطن البحريني الكفؤ من المناصب القيادية ومراكز صناعة القرار بداية بالشركات التابعة للحكومة. ونود أن نشير إلى تصريح وكيل وزارة العمل والصادر في فبراير 2017 والذي أشار فيه إلى مافيات التوظيف الأجنبية، مما يدعونا للتساؤل. والسؤال موجه إلى وزارة العمل خصوصا أنه من 2017، شنو الإجراءات اللي اتبعتونها لمحاربة مثل هذه المافيات اللي بدأت تحكم في الشركات الحكومية وتستنزف موارد الدولة اللي تطلع معظمها تطلع خارج الدولة بالتحديد، وخصوصا ان مؤخرا المعرض التوظيف للوافدين الاجانب اللي حصل في احد الانديه التابعه لاحد الجاليات الاسيويه. وهنا يدعونا الى ضروره ونشير الى الدوله تبني مشاريع توظيف حقيقيه، حيث ان اي امان وظيفي هو اس من اسس وعلى اولويه سلم الامن بشكل عام. لأن غياب مثل هذا الأمن المعيشي أو لقمة العيش بالنسبة لأي شاب بكون عندك فرصة من الحنق يعني على الدولة على المؤسسات في الدولة، فممكن أن تأسس إلى مشروع إما شخص فاسد أو شخص مجرم، لأن في النهاية طبيعة أي إنسان محتاج أنه يعيش لما يشوف خصوصا الأجنبي يتلاعب في الوظائف في بلده وهو مش محصل نص الفرصة اللي يحصلها الأجنبي. وهني بغيت أذكر إذا كان مثلا موضوع اللي حصل في أحد النوادي التابعة للجاليات الآسيوية بالشاهر والظاهر، حبيت أشير أن في أحد جروبات الواتساب مجموعات الواتساب وهو مختص بالموارد البشرية، العاملين في الموارد البشرية في البحرين، من أصل 250 شخص في هذه المجموعتين نشوف كلنا إحنا البحرينيين المختصين في الHR كبحرينيين ما نتعدى 10 أشخاص. اللي يصير أن هذه الموارد هذين الأشخاص الأجانب مجرد أحد من جاليتهم ما عنده شغل يطرش السي في ماله، نشوف خلال فترة بسيطة أسبوع محصل على وظيفة. يعني وصلنا لمرحلة أن حتى هذه الأقسام اللي كانت محصورة على البحرينيين وهي عمليا هي السياسة المنفذة لأي شركة والعاملة في أي شركة، إذا هذه ضغوا عليها الأجانب شنو ظل البحريني؟ وهذا الواقع اللي موجود أن البحريني صار غريب في الوظائف في بلده، ان كل شيء راح للاجانب، مميزات للاجانب، الرواتب الجيده راحت للاجانب، بينما البحريني اذا تعب عليه اذا حصل الفتات من هذه. نروح للجانب الثالث، فضل تراجع النقطتين السابقتين على وحده التعليم والوظائف. الروح في شيء جدا خطير كذلك في المجتمع، غياب الشاب البحريني عن العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، مثل ما تفضل كذلك الأستاذ حسين ما شاء الله ورقته غنية.
أشار إلى موضوع العمل التطوعي والدرجة الكبير خصوصاً بعد 2011 والأزمة السياسية اللي حصلت في البحرين. نشهد في العقد الأخير عن عزوف الشباب عن العمل التطوعي والمجتمعي لغياب الوعي التام ووجود المؤسسات المجتمعية الحقيقية التي تمتلك برامج واضحة ومشجعة في رفع الوعي الشبابي لخدمة وطنه، والتي تعتبر هي المحطة الأولى في صقل واكتشاف مواهب وإمكانيات الشباب المتعددة، وهي نتاج غياب المواد الدراسية والتوعوية بأهمية العمل التطوعي في المجتمع كما هو موجود في الدول المتقدمة. مثال على ذلك ما حدث مؤخرا في فرنسا وعدة دول غربية بتحرك شبابي واعي لمشكلة التغير المناخي. تغير المناخ للأسف لو بنروح لمعظم الشباب البحريني مو مولن أهمية، لأن العواقب مو مستدركنها، مع أن هذا دمار حقيقي. يعني الموضوع التغير المناخي هو دمار حقيقي لهذا الكوكب. وعلى أبسط مثال لو بنروح للبحرين، منطقة المعامير اللي فيها المصانع، لو بنلاحظ نسبة الأمراض اللي فيها جدا كبيرة، وتحرك نقدر نقول جدا خجول حتى من المؤسسات المجتمعية المختصة بالبيئة، ما في تحرك حقيقي. وهذا التحركات مثل تحركات اللي يكون عادة دينامو مال أي تغيير في الوطن في أي وطن أو أي مجتمع، هو تحرك بتشوفه نابع من الشباب، وهذا دل على الأسس التعليمية والعمل المجتمعي الحقيقي الموجود فيها في الدول المتقدمة، والتي تغرس هذه القيم منذ الطفولة في الأجيال المتعاقبة. ونهاية في الأخير، لن يكون بالإمكان التغلب على المشاكل التي تحدق بواقعنا الراهن إلا عن طريق وضع الشأن الشبابي في صدارة الأولويات والاهتمامات، خاصة عبر إيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين الدولة والمجتمع بما في ذلك الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب ومساعدتهم في تجاوز مشكلاتهم أيا كانت، من خلال أنشطة وبرامج نوعية متنوعة دول الاهتمام والرعاية، وتفسح المجال للشباب بأن يكون لهم دور في صناعة القرار والتخطيط والتحصن ضد التضرر. ولا بد أن يقترن ذلك بالإيمان بأن قدرات الشباب البحريني وتوجيهها في البناء والتنمية وتعميق مفاهيم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب بكل أشكاله وأنواعه يمكن أن تنمو بشكل كبير وتعطي أملاً في المستقبل ومواجهة ما فيه من تحديات، وأن كل ما هو مطلوب الوثوق بالشباب وافساح المجال لهم والتعامل معهم بمنتهى الوعي والمسؤولية. وشكراً.